معلم يوسف. ومعلم يوسف. معلم يوسف. معلم يوسف. معلم يوسف. معلم يوسف. ومعلم يوسف. نعيم؟ لا تحكيش معي نعيم. ما بدي اشوفك. انت زلمة وينك ما شاء الله؟ حرق دي ما بنحبش من ناخذ منك مصريات تجيل عندنا وكعم. ما تحكيش معي وانينك قالوا ليش ما اجيش؟ لما انا طليت كمان عندها شغل. نعيم انا كثير زعلان بس بدي اشوف صورة وجهك صار لك شهرين ثلاثة ما جيت تصوبنا. يا زلمة انا مشتاق لك انت بتقلي هيك كيفك انت؟ صحيح مشتاق لي ايه؟ ليك شو عم تعمل عم تتصيد؟ انا تصيد ايه؟ عم تتصيد؟ لا نايم جوا بالبيت اشبيك دخلك ما تشوفني عم تصيد؟ حرق دي ما صحيح. ليك قصبت شو هاي قصبت صيد؟ ايواش قصبت صيد؟ لا قصبت الجيش اشبيك وكان عيب غبت شهرين شيء الجيش تجيلك علينا يا زلمة عم نستفي منك طيب رقميك صحيح تقني لك يا زلمة رحنا بالأكتر ولو شايفين شي خبري شو بتعمل بالايام وين عم تروح تجي؟ مانك شايف هون كل وقت؟ صايد افيش والله منيحة ايواش حلوة طيب ليه ما تروح على البحر مثلا؟ بروح على البحر وخي انا البحر اساسا ما بحبوش ليه؟ غدار ما بحبوش بس مين عودني عليه؟ صبح وكل شيء بس ما بتعاطش معه عديني بشيل كل جمعة جي قلت انزل نتصيد ايه عود نزلت معونك مرة والله حبيتها حلوة وهي من وقتها كل جمعة بننزل وهلا لي اليوم ما نزلش قلت هون بالبركة بتصلي لي نفس بنزل بكيفة على البحر بتمسك تروق اعصابك وتولع سيكارة ودري شنة حلوة امبارح كنا تحت والله كنت نزلت امبارح وامبارح بدي ولع سيكارة انا بحب كثير هيك على البحر دخن قلت له ميشيل بدي ولع فتيت الديحة وميشيل ابي دخن قال ايه بدي اجيب لك ولعة صرنا ننبش ندور ما كناش ليه ايش بدي اعمل انا عرق ديمك يا يوسف مرأة بيخرج شحن بالبحر طلعت فيها هيك حسبت قلت انا في بدي شيء بعلق السيكاره بالصناره وبضربها معي انا هيدي وز موليني البقر هيدي موليني هي بتوصل ابرص يا له وصل ايش عارفك انت علقت السيكاره بالصناره معلمي وعادي اخون الباخره ايه؟ ولع السيكاره سحبتها جنوا ديخوا ديخوا هونيك كان القبطان تبع الباخره عيط البحاره قالوا تعال شوفوا الرجوله كيف بتقول تعال شوفوا البحار الاصيل مين كان في على الباخره؟ مين؟ كلينتون لا كان نايم تحت بالوحده المقطوره قال لهم هيدي العامله بعرفها عملت مين قالوا من وين؟ قالوا هيدا يوسف الليل جنوا داخل قال لك كان لك مشهد لك مر زلمه على الحسكه وصاحبته شافت المشهد هي فتحت الشباك قالت له تعال تعلموا تعلموا رجوليه كيف بتقول رمر لي هو قال لي انصط عليك انا وياها انصط عليك حرق قديمه على الحسكه كلها قديمه قال لك كان لك نهار يا حرق قديمه بعدين فرقوا راحوا ما عادش عرفت وين راح الحسكه حلوه الحسكه بحبها انا خبرني شوي كل ليله الساعه 11 12 بالليل اخذ كل العرق بطحه العرق شويه كاشو شويه خيار دشن بنزل انا وبضيع بنروح على الحسكه ناخذ كاس على الحسكه مش احلى منه لا امبارح كان نهار حلو حلو هيك امبارح ما كان في خبرني شوي هيك جنس لطيف ما جنس لطيف جنس بالمطق. لطيف؟ ايه ما كانش في كثير فرد وحده فرد وحده كانت وحده بس اشو وحده؟ ميو نمر بس عم تأذي هي بتحضر طرزان؟ ايه هي اللي معه هيدي البنت لا اختها مش هي اختها هي كل النهار بتطلع فيي وبتنشني بس ما اعطيتهاش وجه ليه؟ ايش زادتها انا بحب لبتهم هيدا نسيت لا حلوة حلوة كثير دهن جسمها زايد ايه. تلمع تلميع احنا ما خدناش معنا زايد جيت قلت له عادل ميشيل ناخذ زايد نسمار ومدري شنو قال لي يوسف كل شيء فيه على البحر ايش بدك تطلب؟ قلت انا ايش بده يشرينا اذا زايد صرنا تحت ايش ما البحر كله مزوط وزايد من البواخر مدري شنو زايد بواخر قال لي ميشيل ايش بدك زايد شعريتك؟ قلت له ايه ما تكون شاينا ميشيل ضرب ايده هيك على البحصات على الميات شال لي زايد هلا حنا والله ايش بدك فيه؟ انا بتعرف بحب التبولة قلت له ميشيل بدي تبولة طلع عبين التبولة قال لي يوسف لكن لك فكر اشبه هيدي اليوم حرق قريبك قال لي لكن لك فكر ايش بدك فيه؟ ضرب ايده الميات شال لي بقيت بقدونس لا يا زلمه شو بجنن النحية ايش بدك فيه؟ حامض ضرب ايده حامضه معصوره كمان ايش بدك هيدي روعه عن روعه ما صارش بعد اش برغل ما توفقناش تشتين كانوا ايه. اش بدك ليه وفرانيش ما توفقناش ليه اجران ما لقيناش فروش كامل ايه روعه روعه هيدي لقيتها على البحر هيدي من تحت امبارحه بس ايش ما لقيتش الفرده الاخر قالوا لي على ادلوني قالوا لي في محل بالدوره هونيك هيدا مكب الدوره قال لي بتلاقي فردتها اختها لان قال هيدي مصدرها هونيك والاصلي بتلاقي هونيك هي مش اصلي
بدي انزل شوف هذا المكب بنقوله حلو كثير، ايش بدك فيه؟ ايه كل شيء فيه هون. حلو مكب الدورة. سوق الاحد هذا تقريبا بيطلع. سوق الاحد؟ اشو سوق الاحد؟ البحر معلمي، سوق الحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، ايش بدك فيه؟ حلو حلو كثير، حصلش بعد حصلش. قال لي شوف اذا بتطلع لنا شو سامكي ايش اقولك؟ كزلمة هو ما بعتقد رح تلاقي سمك، لو بتنزل على البحر احسن. شو عارفك انت يا ابني؟ شو محسب لي حيلك انت الفهمان والمتعلم يعني؟ خيب هاي البركة معقول تلاقي سمك؟ بتلاقي سمك وبتلاقي ايش بدك كمان؟ شو عارفك انت؟ ايش بك يا صار لنا شهرين بتحي منك رجعت تعش من علينا وتتشيلك يعني؟ نعيم بلاش لغية ها؟ الزلمة مش هيك بس عم بستفهم منك كم شغلة. وقفل خلص بقاش تستفهم ولا كلمة. امبارح زي الحوت بتقول لي شو عارفك؟ حوت هون؟ لا هونيك. أنا فارد يا خيي. إيه فل الله معك، حرق ديبك أشد جلد. قال لي بس شيل سامتي بحطها بقلية يا دغري. أنا كيف الصيد بشيل عصفور وبشوي دغري هون هيك بحط الحالي. إيه صحتين. إيه يلا. فل. بدك شيء؟ أنا شو رح أسمعك؟ روح بدي شو فل عني تجي لعندي صار شهرين ثلاثة ما جاش. سلم لك على نتالي؟ سلم لي علي وبعث لي إياها اشتقت لها ولو تعلقت فيها. أتعرق ديبك أنا عيب. قال حظك قليل لما كبرت اتصيدتك انا وديه ما تصمد. شرسني لقدام نعيم وايكم بحبيه وايكم.